ولأن مشاهدينا مع درجات الحرارة والطقس. إذن فهذه هي محطتنا الأخيرة مع آية كفوري، إليك آية. شكرا لكم مجددا، والآن نتابع أحوال الطقس محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على الأنحاء كافة، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. وهذه درجات الحرارة المتوقعة على بعض المدن والمحافظات، نبدأها من القاهرة العظمى 20 الصغرى 10، الإسكندرية 20 11، مطروح 19 10، بورسعيد 20 11، والإسماعيلية 21 10. نذهب بعدها إلى السويس العظمى 21 الصغرى 11، العريش 20 10، طبا 21 12، وشرم الشيخ 23 15، والغردقه 23 14. ايضا الاقصر سجلت العظمى 25 والصغرى 9، اسوان 26 10، الوادي الجديد 24 8، شلاتين 24 12، واخيرا حلايب العظمى 21 والصغرى 13. اما مشاهدينا، عن درجات الحراره المتوقعه غدا في عدد من العواصم والمدن العربيه والعالميه نتابعها الان.